سعادة الحاج الفاضل خلف سليم محمد الزعبي أبو ليث، بالبداية مساء الخير يا سيدي. مساء النور والورد، حياك الله سيدي. يعني حديثنا سيكون حديث الذكريات عن رجل عصامي، رجل قدم الكثير، رجل تعب على نفسه حتى وصل إلى ما وصل إليه، ابن بلد أصيل كما أشرنا. سعادة الشيخ، أنا مصر على كلمة الشيخ لأنك شيخ بأخلاقك بكرمك بطيبك باستقبالك لنا. سيدي أبو ليث، بالبداية حابين نعرف السادة المشاهدين وأنت أشهر مع أن تعرف عن نطاق البلقة يعني وعن نطاق العاصمة عمان والأردن، كوجه عشائري كابن بلد أصيل الشيخ خلف سليم محمد الزعبي أبو ليث، نتحدث عن السيرة الذاتية بالبداية، نتحدث عن مكان الولادة، الدراسة في هنغاريا، فترة الخدمة بالخدمات الطبية الملكية، العائلة الصغيرة، أيضا خلف كل رجل عظيم امرأة، بالتأكيد أختنا أم ليث لها دور كبير. نعم. والفضل نعم. بعد الله في وصولك إلى ما وصولك إليه الآن. صحيح. وأنت الآن يعني في 71 من العمر ما شاء الله، يعني الله يعطيك الصحة بداية. نتحدث عن هذه المسيرة بداية والوقت كله معك سيدي. أهلا وسهلا فيكم، شرفنا في هالزيارة الطيبة وقناتكم الرائعة. بداية بحب أحكي شغلة، منذ الولادة لغاية اللحظة وفيما بعد، لولا نعمة الأمن والأمان والاطمئنان، ونعتز ونفتخر من قلوب مخلصة بالعائلة الهاشمية، فهي المظلة اللي تحتها نحن نسير ونتقدم إلى الأمام. ولولا هذه المظلة ولولا هذا الأمن والاطمئنان، والله ما وصلت هنغاريا. الله عليك. أنا حصلت على عبثة لهنغاريا وحصلت على درجة الشرف في هنغاريا بين الطلاب العرب في سنة، ما شاء الله، شايف. واشتغلت في المدينة الطبية، أنا تخصصي علاج السرطان في الأشعة، وبعدها صار معي شوية تأثرت سلبيا من الأشعة، اشتغلت في القطاع الخاص. كنا نعتز في هنغاريا، حاب أحكي عن جلالة الملك حسين. نعم مقطع. الوقت معك سيدي. مرت فترة على الأردن، كان في مضايقات وما مضايقات بالسبيلات، فالتلفزيون الهنغاري، التلفزيون الهنغاري عمل مقابلة مع بعض الإخوان العرب. نعم. المقدم في التلفزيون حكى هيك: أحب أن أعرف وأشرح للمواطنين الهنغاريين عن الملك حسين. حكى بالهنغاري هيش أرس، يعني صاحب الوجه البشوش، وحكى عنه محظوظ، وحكى عن كل إيجابياته. هاي نوع من العدالة، وهذه مش عم نخاطر التلفزيون الهنغاري، هي حقيقة تقال، شايف كيف؟ حقيقة تقال يعني. فكنا احنا نعتز ونفتخر، وما زلنا نعتز ونفتخر بعائلتنا الهاشمية. بالنسبة إلي أنا، توفى والدي بالثالثة الابتدائي، الله يرحمه، أقسم بآيات الله بالثالثة الابتدائي ما لقيت حدا يعطيني حق قلم رصاص، أقسم بالله، أقسم بالله بقول أنا رافع ناس لسبب بسيط. يجب أن الإنسان يتحدث عن نعم الله اللي وصلها بماضيه، ما يقولش أنه أنا كذا وكذا، إحنا ما كنا هيك. الأرض هذه يوم عمرنا المجمع هذه كانت كلها شوك، ما في لا مكة مول ولا إشي. أول مجمع تعمر بلاد، أول مجمع. وكرر الشكر والامتنان لزوجتي أم ليث. أنا الله يديم المحبة يا سيدي. الله أمين يا رب العالمين. طبعا. أمين. يعني أنا مداخلي هون، يعني التزامك، اجتهادك، نجاحك بالتأكيد في فضل، حكينا كل خلف كل رجل عظيم امرأة بالتأكيد. نعم. الآن في دور كبير كان لأم ليث. نعم. الآن بعد عودتك نحن حابين نتحدث من هنغاريا. لا أخذت معي. نعم. أنا أخذت زوجتي معي، أنا خطبت، ظل عندي دورة تدريب 6 شهور على جهاز أشعة قامة. أجيت خطبتها ومن السلط رأسا على بودابست، وقعدت معي 6 شهور. ورجعنا هذا سنة ايش كان؟ هذا بال 74 73. نعم. 74. نعم. وبعدها اشتغلت في المدينة الطبية وزي ما حكيت لحضرتك. فترة الخدمة بالخدمات الطبية الملكية، انا ما طولتش في الخدمات الطبية بسبب موضوع الاشعة، لاسباب صحية. لاسباب صحية. اعطيك الصحة. اشتغلت انا في هنغاريا، اشتغلت في هنغاريا ورحت على امريكا، حصلت على السوشيال سكيورتي عشان اشتغل في امريكا برضو. والامور مشت على الحكي، بس انه سبحان الله تعالى
صار عندي حب الاجتهاد وحب العمل الحر. العمل الخاص شدك أكثر من العمل. فالأرض هذه لزوجتي أصلا. نعم. الأرض لزوجتي كانت هذه الأرض. وأنا اللي قمت في المشروع. فكرت المشروع. فكرت المشروع. هي فكرة ذكية إنه هذا حكي بالسبعينات. السبعينات. إنه لا عفوا العمارة بالتسعينات. بالتسعينات يعني إنه خطوة ذكية كأول مجمع بهذه المنطقة برضو. الشارع هذا أول. جميل. الآن بدأنا بالعمل الخاص. نعم. أنا راح أتطرق لموضوع ثاني الآن يعني. نعم. بالتسلسل ماشي. نعم. معك إن شاء الله. بعد ما جهز المبنى الآن شو فكرت خلاف الأجارات يعني الآن فكرت بمشروع آخر. نعم. خاص. نعم فكرت بكذا مشروع بس ما صار نصيب. فكرت أني أستثمر أجيب من الصين بضاعة بالجملة وأبيع هون. بعدين فكرت أني أفتح في منطقة السورو مشروع سياحي زي كوفيهات شغلات زي حلو. يعني الأفكار شغالة. نعم. شايف كيف بس اللي صار انه صبيت اجتهادي على اولادي اكثر. جميل. يعني عندي ليث ما شاء الله دكتور بدرس بالقصيم بالسعوديه ما شاء الله. عندي غيث مخلص جرافيك ديزاين. عندي لبنى مخلص اداره مستشفيات. عندي سجى مخلص اداره تسويق. مين ظل عندي قيس تقريبا مين متجوز منهم؟ طمنت ليث وغيث وسجى ومحمد بيناس معك الآن مش بالبيت. يعني مش متجوز. هذا اللي هو آخر عنقود. الله يخلي لا آخر عنقود يتجوز. يا سيدي الله يخلي لك إياهم إن شاء الله. بعدين بحب أحكي شغلة. إحنا كشعب أردني ما عندناش تمييز بمعنى بتأكيد. أنا عندي كناين واحدة فلسطينية أنا بقولها من يافا مش من الضفة الغربية. نعم. وعندي سنتين سوريات. واحدة سورية واحدة نص أردن نص سوري زعبي. فإحنا المقصود بكلامي إحنا ما بنميز طبعا طبعا ولا بنفرق إخوان. إحنا هون في الأردن بنعتبر حالنا عرب وبنعتبر حالنا إحنا وطننا هو وطن للعرب. صحيح. ولولا الأمن والسلام أنا بروح على المفرق كثير. إذا بتحب أفرجيك شغلات رح نستعرض الصور إن شاء الله بعد اللقاء. بروح على المفرق بروح على كل أكثر المحافظات بتعامل من العقبة هذا للمفرق باللي الله بيجود فيه علينا. مش عارف كيف. فإذا بدك تحكي يعني بخصوص إنه كيف أنا اشتغلت وكيف أنا اعتملت أنا كنت أترك بيتي ومرتي وولادي وأجي أشغل هون أمصلي وروح أنا مطمئن أمشي وأنا مطمئن. لولا نعمة الأمن ونعمة الأمن ما عملت هذا الشيء. 100%. فأنا اللي بدي أحكيه الله يديم نعمة الأمن. آمين يا رب. علينا الجميع وخلينا العائلة الهاشمية وجلالة الملك. آمين. طال الله في عمره. آمين. ذخرا وسندا يا الله. آمين. وربنا سبحانه وتعالى يرحم شعوب الوطن العربي باللي بيصير فيهم حاليا من نساء من رجال. والله العظيم قسم بالله يدمى له القلب. صح. يعني عم شوف انت قاعد قطعان من الرجال ومن النساء من بنقولهم من المنطقة. احنا هاي نعمة من الله. هذه النعمة لا تقدر بثمن ولا تباع ولا تشترى. اقسم بالله العظيم قاعدين الواحد اذا بيمشي معه مصاري بحط حارس عليه مشان يحمي مصاري. انت قاعد تمشي معك مصاري ولا ما حد بيسالك وين رايح وين جاي. صحيح. فالحمد لله رب العالمين نشكر الله الحمد لله. نتحول يعني سعادة الشيخ خلف سليم الزهبي لموضوع اخر الان بعد هذه النجاحات بعد موضوع الخدمات الطبية بعد موضوع هنغاريا والمجمع الان بالتاكيد انت كوجه عشائري وكابن بلد اصيل كما اشرنا بإجماع من أبناء العشيرة كان في نية للترشيح للنيابة بالبداية. أول مرشح للزعبية. الزعبية بعلان نعرض عليه. سنة إيش كان هذا؟ حاب أحكي عن هالتجربة. هذه سنة التعديل اللي بالثمانينات. دستور نعم. يوم عدلوا التعديل عليه والله أنا ناسي سنة بس بالثمانينات. نعم. فأنا يعني. أحكي عن نفسي ما كنتش وقتها أنا مجهز نفسي لهي المهنة. نعم. أو هاي الواجب ما في رغبة. فنزل أخوي الله يرحمه نيابة عني الله يرحمه ومشت الأمور. يعني أول من زرع لعائلة الزهبية النبتة حمدان الزهبي أبو إبراهيم الله يرحمه أخوي الله مع أن أمي وجمع الكل على كلمة واحدة. الله. الزهبية مش قلال بالسلط طبعا معروف. في يوم العمد في علام في البيرة في في في. فأول ما جمعهم هو وحكى قال انا ما بدي انجح انا بدي اعلق الجرس اللي الله الله وفعلا الله صار. بعدها اجى طول عمره غالب باشا ابو غيث وبعدين ياسين باشا وبعدين الحمد لله رب العالمين. احنا انا هون ما بقصد يعني عفوا يعني بديش حد يفهمني غلط. انا ما بقصد انه زعبي وما زعبي. احنا كنا ابناء هالولد. نعم. وكنا مخلصين
لو بس الواحد بيذكر الشيء بيذكر طبعا انا بذكر هذا الفضل اللي علي اللي اخوي واهل بيتي اللي عملوا لي اياه وساعدوني فيه، وانا الحمد لله سنت الامانه وحفظت على اهل بيتي وعلى اولادي ودرستهم وتعبت والحمد لله رب العالمين. نعم نتحدث سيدي ابو الليث عن يعني هالموهبه اللي الله يعني اعطاك اياها، الشعر والارتجال، يعني هذه الكلمات والمصطلحات الموزون الجميله التي تصلح يعني لان يؤديها متعب الصقار او عمر عبد الله، يعني كلمات انا بعرضها اليوم كلمات بسيطه نتامل يعني من اصدقائنا الفنانين اللي بيسمعونا او نسمع جزء من هالحكي الجميل. تسلم يا سيدي حياك الله. بداية أنا عندي حب الكتاب وبطمع بالتغني بالأردن. نعم. طب بطمع. نعم. يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول أخرس اليوم نساوي مليون متكلم بهذا الزمان الأغبر. لقد خطر على بالي العبارات التالية: ألف سلام وتحية لنشام الأردن، لأن رجالها شجعان وأهل فكر ونخوة، ريحتهم مسك وعنبر وياسمين وعيونهم براقة يوم قتلنا سوية كل المتسولين والمتطفلين. الله ينصر الأردن ومليك الأردن وتعيش نعمة الأمن اللي تم رفضها فرسان من جيش وأمن ورجال أمن الأردن. يا وطن اعتذر لك والاعتذار ما هو عيب ولا نقيصة. يا وطن ترى أنا أردني، رجالي ما هم من الظلم الرخيصة. ودي يا وطن لو أسيجك برموش العين، وانت يا سيدي الود ودي يا أبو حسين لو أحرسك لتنام قرير العين. الود ودي أفدي بروح الاثنين، الود ودي لو أنكم يا أهلي كلكم على وجه القمر أنظر لكم واتشف من ثغركم فنجان القهوة بالهيل. يوم صافحتكم وشرحت لكم ظلم المخاليق وارتعشت اليدين، ارتبطت بكم يوم عرفت ضعفي وضعفي وحبي لكم، جهتكم بالله لا تغدروا بي يوم أبعدت عنكم بهذاك الزمان حرمت الليل. عجبي عليكم يا أهلي نسيتم شو حولكم شو بعدكم تراها العين. يا وطن اللي ما يتقبل النصيحة تراه مغرور ومتقلب المزاج، النصيحة ما يعيب ولا خسران، النصيحة موجودة بكل الأديان. ترى الجاه ما هو بالكبرياء ولا بالدعاية الفاضية، ترى القشة كسر الظهر البعير عند الترحال. دير بالك يا النشمي ترى الدنيا غدارة والعمر محسوب بالثواني، ما يفيدك الندم. ما سمعت على البعوض التي دمت عيون الضرغام. يا شين الدنيا ما هي بالله، تريث وفكر زين وتواضع يا شين ولا تغير شكلك والهندام. همي همك أنا وأنت بالأردن عز الأوطان، والله لو بيدي لتوجهتكم شيوخ فوق رؤوس كل العربان. ترى الدنيا ما دامت من قبلكم لفرعون وهامان، ولكن قلوبكم وعقولكم كبيرة وتتسع لكل الأوان. ما أنتم تجار تبيعوا وتشتروا عواطف الإنسان، انتم أردنية أهل النخوة والتسامح والشهامة لكم عنوان. ما صار كريم اليوم يا وطن خسيس ولا رخيص، والكل يضح من بيره وبير الأردن دائما ما زلال. الكلام المحسول كله سموم وهموم، وهذه مهنة الأنذال، والنعمة من رجال الأمن ومن رب الرحمن. غابت الشمس والليل وحوش كثيرة، وأنا خايف أروح لبيتي تطردني أم العيال. سألتها عن فعلتها قالت ترى ما تدخل البيت ولا انت رجال، الرجال اللي ما يبيع اسم الأردن، ارجع ودور لك على عشيرة تلمشي بتكتاري هالزمان. صرخت بوجهها وقلت لها يا غشيمة ان الأردنيين دائما يد واحدة مرفعين الراس، وقهوتنا عز الكرم بكل ترياق وقهوة الزينين اللي ما تندس. الله الله صح لسانك. سعادة الشيخ خلف سليم محمد الزعبي، يعني تحدثنا في هذا اللقاء الخاص حديث الذكريات، حديث النجاح، حديث التميز، وأنت ابن بلد أصيل كما أشرنا بعد قليل قبل قليل عفوا. سعادة أبو ليث، يعني الأردن بلد الأمن والأمان، بلد الهاشميين، الوضع حوالينا ملتهب، الله يحمي جميع الدول العربية. رسالتك إلى الشعب الأردني في ظل هذه الظروف، وبدي مباشرة بعديها تعطينا وصف لإحساسك لو التقيت بجلالة الملك عبد الله الثاني وجها لوجه. نعم. نصيحتي للشعب الأردني، أول شيء بدي أنصح نفسي، لأن هذا أنا اللي قدمته هذا يعتبر واحد من المليار على نعمة الأردن علي. صحيح. أنا ما عملت شيء لأردن. بنصح الشعب الأردني كالتالي: نسكر أذاننا خارج حدودنا عن القيل والقال. صحيح. ما إلنا علاقة. اثنين، ننظر للأمور اللي للأسف تصيب كل فتاة أو كل شاب أو كل مواطن أو كل شيخ عربي، ينظر إلهم ويتعاطف معهم
بطريقة واحدة نحافظ على أمن بلدنا ونلمهم كلهم من حفظ الله بلدنا. الله لأنه هذه بلد العرب مش بلد للأردنيين من مختلف المناطق. إحنا بنضم قاعد أن من شعوب الوطن العربي المحيطة فينا. هذه بحد ذاتها مؤشر. لولا الأمن ما أجوا لعنا. صحيح. لولا الإطمان ما أجوا عنا. نعم. لولا كرامة الأردنيين وملك الأردن وسعة صدر الأردن جلالة الملك ما أجوا لعنا. فالحمد لله رب العالمين. بنصح إخواني أخواتي كبار صغار في بلدي العزيز الأردن، تمسكوا بنعمة الأمن. تمسكوا بنعمة الأمن. تمسكوا بنعمة الأمن. هذه ما إلها ثمن. لا تنباع ولا تنشر. صحيح. المريض بروح بفلوسه بيشتري دواء، براجع طبيب، براجع دكتور. الأمن من عندك تشتريه. بكفي إنه بنتك تركب سيارتها بتطلع الساعة 10-11 بتروح وانت قلبك مطمئن. بكفي إنه أنت كمان يا مواطن أيا كان المواطن بروح بيشتري وبوظيفته وبرجع على بلده آمن وبعرف إنه عياله أمنين مطمئنين. هذه النعمة كنتك تشتريها. نعم. بأي ثمن وين بدك تلقاها بالزمن. صحيح. اللي أنا بديت قلت بالزمن الأخضر. صحيح. شايف؟ فلذلك التمسك ثم التمسك بالأردن ونعمة الأردن بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله أبو حسين سلت على الأمين. فبالتالي إحنا يجب المحافظة ويجب أنه كمان نعطي مش بس نأخذ نعطي. يعني يجب أنه كل الميسورين في هالبلد وكل المقتدرين في هالبلد عليهم واجب نحو أخوانهم سواء الأردنيين أو السوريين أو العراقيين وخاصة كمان أنا الأردنيين. يعني في 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 يعني متطلبات في برضو تقصير مع احترامي لكل الأثرياء الله يزيد نعمتهم إن شاء الله. هذا التلمس أنت عندما أنت الله ما أعطيكم ومتفضل عليك. نعم. ما العلم أنا بدي أحب أحكي كلمة على الكاميرا ما بعرف أقسم بالله أنا بعيد وبكر أقسم بالله أقسم بالله بالساس بدي وخمسة ما لقيت حد يعطيني قلم رصاص قلم رصاص. الله هذه أنا بذكرها للناس كلها إنه الإنسان بالصبر وعدم القنوط من رحمة الله واجتهادك ونجاحك وعدم قنوطك من رحمة الله وباجتهادك ومثابرتك وأمانتك وحبك لوطنك حبك لوطنك. يعني أنا لو حبي لوطني أنا ما بني مشروع بهذا الشكل وهو لا شيء بالنسبة للمشروع الثاني. نعم. ولا بظل أنا أفكر وسيبني الهلواس إني شو بدي أحكي عن بلدي وما أحكي عن بلدي وكذا. نعم. فلذلك يجب التمسك ويجب كمان بعيد وبكرر على أثرياء البلد أنه يقوموا في واجبهم نحو الشعب أو نحو العائلات الفقيرة ويتلمسوهم وزروهم والله فيها جبر خاطر وفيها والله العظيم أنه ربنا سبحانه وتعالى بيزيد النعم. من يشكر الله فالله سبحانه وتعالى بيزيد نعمته. الحمد لله احنا الآن بنعمة الأمن والأمان بقيادة سيدي ومولاي جلالة الملك عبد الله الثاني أبا الحسين الله يطول في عمره وديم النعمة آمين وديم عالية صحته وعافيته ويظلوا مظلة ويظلوا قائدنا وسيدنا فوق روسنا نحو التقدم والازدهار والأردن والله بألف نعمة أقسم بالله العظيم. يعني أنا زرت دول عربية وزرت دول كذا بالنسبة لوضعنا المالي والمادي إحنا والله بألف نعمة بألف نعمة بنأكل بنشرب وهي لأننا بيشتغلوا. أنا الحمد لله عندي ابني ليس بأستاذ بجامعة القصيم دكتور عندي غيث جرافيك ديزاين عندي لبنادات مستشفيات عندي يعني سيدة تسوق فالحمد لله يعني بدرسوا إنه ما شاء الله أنا بالوقت اللي أولادي الآن دكاترة هذا أنا مكتشف قلم رصاص. هذا الفارق الكبير الحمد لله من عدم قلم رصاص لدكتورة ابني. ما شاء الله ما شاء الله. طيب هذا لولا إنه أنا مرتاح مطمئن ونعمة الأمن والسلام ما درست أولادي ولا إني حافظت عليهم ولا قدرت أحافظ عليهم بسبب إنه في خوف. الله يبعد عنا الخوف ويبعد عنا إن شاء آمين الله آمين العيون آمين الشريرة ويبعد عنا الحاسدين ومنها كيدهم يا الله وظل هالبلد بألف نعم ونعمة بألف نعم وخير. كلمة أخيرة لو التقيت بجلالة الملك عبد الله الله يديمه يا رب وجه لوجه باختصار شو بتحكي له سيدي؟ سلمت يداك يا سيدي سلمت يداك يا سيدي وسلمت يداك يا سيدي سلمت يداك يا سيدي سلمت يداك يا سيدي. بهذه الكلمات الطيبة بهذه الكلمات اللي مصدرها قلب مواطن أصيل ابن بلد أصيل سعادة الشيخ خلف سليم محمد الزعبي أبو الليث شكرا جزيلا يا سيدي. سعادة رجل الأعمال الأردني المهندس أمين ماجد الطاهر أسعد الله أوقاتك سيدي.
الله يخليك يا رب، أهلا وسهلا فيك. احنا طبعا سعيدين تكون ضيف معنا على برنامج أهل الهمة، وإن شاء الله أنك دائما أهل الهمة. الله يحفظك ويخليك، وهذا شيء بشرفنا وجودنا معكم. وأيضا كما قال زميل المخرج، أيضا أنت كفاءة أردنية نعتز ونفتخر بها. بارك الله فيك. طبعا احنا يهمنا كلنا أن نكون في خدمة هذا الوطن وفي خدمة شعبنا وبخدمة جلال سيدنا إن شاء الله. الله يخليك كلك سوك مهندس. يعني ما شاء الله تحدثنا قبل اللقاء بإيجاز أو بعجالة أن الوالد الله يرحمه رجل يعني من رجالات الوطن معروفين. نعم. يعني أفنى نفسه في خدمة هذا الوطن. نعم. أورث العمل الاجتماعي، العمل الخيري في أبنائه، وهو يعني هذا الشيء ملحوظ وملموس على أرض الواقع. وأيضا ترك أعمال ورثتموها منه. نعم. قبل الأعمال ورثتم الطيبة ورثتم العمل الاجتماعي ومحبة الناس. نعم. دعنا يعني مهندس في البداية أن نتحدث قليلا عن الوالد. الوالد رحمة الله عليه رجل عصامي من رجالات الوطن، عمل بالجيش لمدة 25 عام، خدم في الجيش الأردني، وكان يعني من الرجال المخلصين والحريصين على عملهم وعلى أمن هذا الوطن. وبتعرف الجيش عندنا أساس الأمن في هذا الوطن. أكيد. عطوفة المهندس أمين ماجد الطاهر يعني دعنا نتحدث عن الوالد بإيجاز. الوالد رحمة الله عليه رجل عصامي من رجالات هذا الوطن، عمل في الجيش الأردني 25 عام، وتغرب إلى دول الخليج الإمارات والسعودية، وعمل فيها 21 سنة قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. طبعا الوالد كان عنده شركات في دولة الإمارات العربية المتحدة مجال المعدات الثقيلة، وكذلك كان له نشاطات متعددة في ذلك المجال. نعم. يعني مهندس، يعني تفضلت أنك أسست مؤسسة أو شركة المنازل العصرية للإسكان في عهد الوالد. نعم، أسستها تقريبا في قبل وفاة الوالد بسنتين. سيد الله يرحمه. نعم. مهندس أمين، يعني دعنا نتحدث قليلا عنك، يعني بداياتك، انطلاقتك العلمية والعملية. أنا بدأت بحياتي مع الوالد رحمة الله عليه، عملت في شركاته في دبي. طبعا الوالد طبيعته ببلش معنا بالتدريج، بخليك أنت تشتغل تشتغل بالمستودعات قبل ما تشتغل مدير شركة. اشتغلنا بالمستودعات، واشتغلنا مع الكاونتر مع الموظفين، واشتغلنا مع جميع العاملين عندنا بالشركة. احنا ما شاء الله شركتنا فيها عدد، نعم، في عدد يعني كبير من الموظفين. شركتنا شركة فاست بدبي. احنا الواحد تعلم من الموظفين وتعلم من الوالد، يعني كمان احنا كإنسان خريج جديد كنت تعلمت من الموظفين اللي كانوا سبقوني في الشركة، وتعلمت من الوالد. طبعا بعد فترة من الزمن الوالد عنده كان توجه دائما انه كل واحد يشوف شو الاشي اللي هو يهوى ويتجه. انا كانت هوايتي بالبناء وبالهندسة وبالتصميم وبالمعمار، واتجهت الى الاسكانات في الاردن، وكان الهدف تبعي انه نعمل شيء جديد، شيء ممكن يطلع عن نمط المفهوم المألوف انه يعني. اسكان. نعم. الشيء المألوف انه اسكان، نطلع على شيء متميز شوي. متميز في انتوجبل. نعم صحيح. نعم. يعني المنازل العصرية للاسكان، بداية هذه الشركة وكيف جاءت يعني اختيار كل المواقع اللي بتشتغلوا فيها؟ يعني اختيار المواقع يعتمد على نوعية العمل اللي احنا بنقوم فيه. احنا بنعمل احنا يعني البنايات تبعتنا متميزة جدا، وطبيعة المواقع اللي بنختارها مميزة جدا كذلك. نعم. نحدد يعني وين المواقع اللي اقمت فيها؟ احنا الان عندنا مشاريع بدبوق، منطقة دبوق.
نعم. نحكي عن المساحات، عن المواصفات اللي تشتغل فيها. بالنسبة للمساحات، عندنا مساحات مختلفة، عندنا مساحات 200 متر، عندنا 300 متر، عندنا 400 متر. والآن نحن في صدد مشروع جديد عبارة عن 16 فيلا متلاصقة في منطقة مميزة جدا في دابوق. هذا يعني المشاريع الحالية للشركة. نعم. هل تفكرون بالمستقبل أنك يعني عندك أفق ثاني، نظرة ثانية، تستثمر في قطاع آخر غير قطاع الإسكان؟ أفكرتم يعني مثلاً؟ نعم، أنا صراحة عم بنفكر حاليا بالاستثمار في قطاع المطاعم. وقطاع المطاعم احنا عندنا بالنسبه بالامارات ماخذين عفوا بسلطنه عمان عندنا فرانشايز لاحدى المطاعم العالميه، وموقع معهم انا كونتراكت كمان للاردن. ان شاء الله خلال السنه ونص القادمه راح افتح مطعم. بالتوفيق ان شاء الله. طبعا مهندس، يعني ما شاء الله عليك، كل هذا العمل وكل هذا النجاحات اكيد يعني تحتاج الى مناخ. الأردن يتمتع بمناخ الأمن والأمان، فلولا هذه النعمة لما استطعنا أن نستثمر أو أن نبني. فعن الأمن والأمان ماذا تقول؟ بالتأكيد إحنا اللي بحرك أعمالنا هو الاستقرار. زي ما أنت شايف الأوضاع في الدول الجوار، الأمور صارت سيئة. إحنا بالنسبة لنا هون الأردن يتميز بنعمة الأمن والأمان والتفافنا كلنا حول قيادتنا الهاشمية. صراحة احنا الشعب الاردني بتلاقيه عن جد بحب قيادته الاردنية، بحب جلالة الملك، بحب وطنه، وكلنا مهتمين صغيرنا قبل كبيرنا بمحافظة على الامان في هذا البلد. سيدي، يعني اكيد يعني محبة الشعب الاردني لجلالة الملك يعني اكيد ما اجت من فراغ، يعني لولا الله سبحانه وتعالى ولولا حكمته لما عشنا فيها أجواء الأمن والأمان، خاصة ما نشاهده الآن في دول الجوار. لو قدر لك وقابلت جلالة الملك عبد الله الثاني، ماذا ستقول له؟ طبعا نقول له سر يا سيدي ونحن من خلفك. لولا حكمة جلالة سيدنا ولولا قيادته الحكيمة لما كنا في هذا الأمن وهذا الاستقرار. احنا كلنا كشعب أردني يجب أن نلتف حول قيادتنا ونترابط ونتكاتف حول قيادتنا الأردنية وقيادتنا الهاشمية بظل جلالة سيدنا الملك عبد الله بن الحسين المعظم. مهندس أمين ماجد الطاهر، رئيس مجلس إدارة شركة النازل العصري للإسكان في الأردن. نعم. نتمنى لك التوفيق ومزيد من النجاح، وإن شاء الله
مساء الخير أعزائي المشاهدين، نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات برنامج أهل الهمة عبر قناة مرايا العربية. ونحن الآن في العاصمة عمان في ضيافة كفاءة أردنية جديدة، في ضيافة رجل من رجال مؤسسي الاقتصاد في هذا البلد، في ضيافة معالي الدكتور محمد جواد عبد الهادي حديد، وزير التخطيط السابق عام 90 و91، وعين لدورتين، ومؤسس مجموعة من البنوك في الأردن، وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الأردني حاليا، وكما أشرت قبل قليل ابن بلد أصيل ومن رجال الاقتصاد في هذا البلد. مساء الخير معاليك. مساء النور. أهلا سيدي. بالبداية يعني أنت غني عن التعريف، وكابن بلد أصيل ومن رجال الاقتصاد وكوزير سابق وعين الإمارتين وحاليا، يعني يعطيك الصحة بالبداية سيدي. كما أشرنا أنت من كبار مؤسسي البنوك في هذا البلد من رجال الاقتصاد. بالبداية سيدي، وأنت غني عن التعريف وأشهر من تعرف في هذا القطاع وفي هذا البلد الطيب، أنا أود بالبداية نعرف السادة المشاهدين أكثر بمعاليك، نتحدث عن مكان الولادة، نتحدث عن الدراسة، تسلسل المناصب والعائلة. تفضل يا سيدي. بارك الله فيك، أهلا وسهلا ومرحبا. وأنا أود بداية أن أعتذر عن رداءة الصوت، لأنه الآن أنا يعني أحد الحبلين الصوتيين متوعد. ألف سلام يا سيدي. الله يسلمك ويبارك فيك. يعني أبدأ بالحياة العملية، أنا بدأت حقيقة في البنوك من الصفر. نعم. ولكن تدرجت إلى أن وصلت إلى منصب مدير عام لأربع بنوك. نعم. ويعني أصبحت اختصاص لتأسيس البنوك الجديدة، وربما أيضا تصويب بعض مسيرات البنوك الأخرى، نشاطي المصرفي في الأردن وخارج الأردن، وخاصة في الخليج، في دول الخليج. تدريبي المصرفي يعني كان غني جدا، لأنه يعني يشمل بريطانيا، يشمل بلجيكا، يشمل ألمانيا، يشمل طوكيو اليابان، جامعة الأمم المتحدة في طوكيو. نعم. فبالنسبة إذا يعني تعرضت إلى أو يعني أخذت عدة دورات مصرفية في هذا الموضوع، بالإضافة إلى التجربة الشخصية. في التجربة الشخصية تدرجت كما يعني قلت لك من منصب، كنت يعني موظف صغير على الكاونتر، يعني وصلت إلى مدير عام، وأنا أعتقد أنه وصلت إلى منصب مدير عام بفترة قصيرة نسبيا. كانت سنة 1962 أو 63. بالنسبة إلى وأين ولدت وأين، يعني إذا كان بعض المعلومات الشخصية. نعم. اللي بتهمكم، كما أقول أنا مولود في بلدة طبرية. نعم. يعني في مسيرة حياتي الدراسة أين كانت؟ الدراسة الجامعية الأولى كانت في دمشق، جامعة. نعم. دمشق. وأنا كنت حقيقة الأول في ما شاء الله على دفعتي في الجامعة. نعم. وأيضا حتى الثانوية، دراسة الثانوية اللي هي البكالوريوس السورية بصراحة، لأن أنا كمان، كمان كنت الأول على محافظة دمشق والثاني على مستوى الجمهورية العربية السورية. معاليك الآن سيدي، بعد هذه النجاحات في مجال الاقتصاد، وكما أشر قبل قليل كأحد أبرز رجال الاقتصاد في هذا البلد، الآن يعني ما هي رسالتك نحكي إلى مدراء البنوك نقول الجدد؟ يعني الجدد. الجدد يعني اللي أول مرة بيكون مدير بنك، وبالتأكيد بيكون لديهم من الحماس الكثير، ولكن الآن هناك رؤية بالتأكيد، ويعني بعد هذه السنوات استطعت تكوين فكرة يعني لتسهيل مهامهم، أو شو بتقترح نوجه، بدنا نحكي رسالة توجيه للشباب الجدد في مجال البنوك تحديدا؟ يعني الحمد لله إنه في الآن جيل من الشباب الصاعد الجديد يحصل على درجات علمية ممتازة. نعم. ومجموعة من المتفوقين دراسيا، وأنا يعني أريد أن أنصح طبعا هؤلاء الشباب بأن يبقوا ويحافظوا على تواضعهم، ولا يعتقدوا أن المنصب هو الذي يصنع الإنسان. نعم. الإنسان هو الذي يصنع المنصب وليس العكس. أكيد.
فبالتالي يجب أن نكون في هناك صفة التواضع الشديد فيما يتعلق بالإدارة المصرفية، ولا بأس أيضا من أن يكون لديهم مجموعة من المستشارين من الرعيل السابق في المصارف ممن يشهد لهم بالدراية المصرفية وبالخبرة المصرفية، وأن تأخذ آراءهم وهي آراء غير ملزمة طبعا، ولكن لا بأس حتى نضعهم في صورة الأوضاع السابقة. معاليك يعني في نهاية لقائنا، في ظل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة اللي بتمر فيها المنطقة، يعني هلا احداث الوضع ملتهب حوالينا، احنا بالاردن بلد الامن والامان، بلد الهاشميين، ما هي رسالتك في نهايه لقائنا الى الساده المشاهدين بشكل عام؟ يعني اصبحت الان يعني شيء معروف انه الامن والامان في الاردن رديف للحاله الاردنيه نفسها، بالرغم من انه في ايضا دول كثيره تتمتع بالامن والامان، لكن باعتبار نحن في بحر متلاطم من المخاطر والعنف والقتال يعني مما يهدد السلام الأهلي، لكن الحمد لله أنه في الأردن أولا تمت إدارة دائما الأزمات وشبه الأزمات تدار بنجاح، جلالة الملك يعني حقيقة يقوم بدور فاعل جدا وحصيف جدا في سواء في إطفاء الحرائق أو في يعني تأمين الأمان السياسي والأمان العنفي وهذا كل هذه الأمور، وهو يقوم بدور يعني فاعل رئيسي. حكومات جلالة الملك أيضا تنفذ بشكل جيد الرؤى الملكية، فأنا أعتقد أنه يعني النموذج أصلا الهاشمي هذا أصبح نموذج هاشمي للأمان يعني جيلا بعد جيل. يعني معاليك هنا ننهي هذا اللقاء، وكما نشاهد يعني عبر الصور بهذه الصورة الجميلة تجمعك بجلالة الملك عبد الله الثاني، نتمنى لك الصحة معاليك، نورتنا طبعا. طبعا أعزائي المشاهدين، كنا سعداء جدا في هذا اللقاء، كنا في ضيافة معالي الدكتور محمد جواد عبد الهادي حديد في منزله، نورتنا معاليك، شكرا جزيلا يا سيدي. عطوفة الباشا عبد العزيز فلاح الدعجة، أسعد الله وقتك يا سيدي. الله يحييك. الله يحييك. إحنا سعداء جدا تكون ضيف معنا على برنامج أهل الهمة، وإن شاء الله لك من أهل الهمة. إن شاء الله جميعا نكون من أهل الهمة. آمين إن شاء الله. يعني إحنا دائما وأبدا في حلقاتنا السابقة عملنا مع يعني لقاءات مع متقاعدين في القوات المسلحة، وقد ذكرنا لك منهم الأسماء المعروفة، وأنت رجل خدمت مدة 30 عاما في القوات المسلحة، وكنت مثال للإنسان الذي يحظى باحترام الآخرين. فحابين سيدي في البداية تحكي للسادة المشاهدين عن دخولكم إلى القوات المسلحة. والله سيدي في عام 65 دخلت مع دورة المرشحين الثانية. نعم. وبعد سنة من التدريب الشاق والقوي تخرجنا. نعم. أنا تخرجت إلى الحرس الملكي. نعم. كتيبة الحرس الملكي 88. نعم. لواء الحرس الملكي خدمت فيها مدة 3 سنوات. بعد الحكي هذا شكلوا القوات الخاصة. نعم. وأنا كنت أول ضابط ينتقل إلى القوات الخاصة، لأني كنت ماخذ الأول بدورة الصاعقة، وطلبوني من الحرس الملكي وانتقلت إلى القوات الخاصة بال68. بقيت في القوات الخاصة مدة حياتي العسكرية تقريبا كلها. القوات الخاصة سلسلت في المناصب القيادية من قائد فصيل إلى قائد سرية إلى آمر مدرسة. ثم انتقلت إلى مدرسة ضباط الصف الملكية آمرة للمدرسة لمدة 3 سنوات. نعم. وبعدها رئيس أركان الجيش الشعبي لمدة سنة ثم أتقاعدت. بعد الحكي هذا أتقاعدت بالـ95، بالـ96 تقريبا طلبوني طلبت إلى مدرسة العمليات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. لأني كنت مدرب
بالسبعينات نهاية السبعينات في الإمارات العربية المتحدة. نعم. ولمعرفتهم بي أو بقدراتي طلبوني منهم، أنا كنت رئيس مدربين عندهم، طلبوني نعم. مدرب ومستشار أنا قائد العمليات الخاصة في دولة الإمارات العربية. نعم. ومكثت هناك تقريبا 6 سنوات وطلبت أروح وأرتاح، وفعلا أنا روحت ومرتاح، وبعدها أنا بدون عمل يعني تعرف يصلح ذات البين. نعم نعم. عطوفتك يعني الآن الأردن ينعش يعني وينعم في نعمة الأمن والأمان. الحمد لله. تحكي لنا عن نعمة الأمن والأمان بالأردن سيدي. الله يا سيدي، نعمة الأمن والأمان هذه الجملة القوية اللي كل الناس يشعروا فيها، يعني يكفي أن نقول بس أن أولادنا وبناتنا يطلعوا بالليل وبالنهار بدون ما يشعروا بخوف. نعم. ولأنه الأمن موجود بكل الشوارع بكل المحلات ليلا ونهارا الحمد لله، وهذه نعمة ما يشعر فيها إلا اللي فاقدها. صحيح. والحمد لله يعني كل هذا بفضل الجهود اللي يبذلها جلالة الملك من خلال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على مختلف تخصصات القتالية وغير القتالية. نعم. يعني احنا نعتز ونفتخر بالنعمة الأمن والأمان في بلدنا الطيب إن شاء الله. سيدي، ماذا توجه كلمة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني؟ والله أنا يعني أوجه كلمة، سيدنا هو المعلم لكل الناس وفي كل التفاصيل، يعني إحنا اللي إذا وجهنا كلام له نشكره. نعم. نشكره على جهوده الطيبة والمتواصلة داخليا وخارجيا لإراحة الناس والمحافظة على هذا الوطن والمواطنين. نعم. لأن جلالة سيدنا ما بقعد دائما الحركة ودائما المثابرة للحفاظ على مستوانا. نعم. الدولي بين الناس كلهم والدول، يعني تشعر أنت زور الدول وشوف الناس وشوف حركات الناس واتجاههم ورغباتهم، ما في مثل هالبلد هاي الحمد لله. الملك يعني نعتبره إنسان عادي مثله مثل أي واحد، لكن التقدير الكبير كله لجلالة الملك. نعم. بإرشاداته حكيم. إلى الناس. نعم، لأنه إنسان حكيم وتوجهته. نعم. يعني عطوفة الباشا أكيد بدك توجه رسالة إلى الشعب الأردني أن يتكاتفوا دائما في ظل هذه الظروف. والله إذا إلي أنا كلمة أطلب من الشعب الأردني هو التقيد بالأوامر والتعليمات وما يخالفوا ويحفظوا على نعمة الأمن والأمان اللي هم فيها. نعم. ما يردوا على الناس اللي بدهم يسيئوا للبلد هذا. صحيح. سواء بالداخل أو بالخارج. صحيح. وهذول الناس كثر، يعني نطلب منهم ما يعطوهم فرصة ويردوا عليهم في تعاليم. صحيح. أو تنفيذ أوامر داخلية خارجية، وأنهم يطلعوا على بلدهم ويطلعوا على مواطنينهم ويكونوا مرتاحين ومستقرين. هذا استقرار مش كل دولة تتمتع فيه. نعم. عطوفة الباشا عبد العزيز فلاح الدعجة، أتمنى لك سيدي التوفيق ومزيد النجاح وإلى الأمام إن شاء الله يا سيدي. الله يبارك فيك وللجميع إن شاء الله، وعلى رأس العالم كل هذا المملكة الأردنية الهاشمية الباقية إن شاء الله إلى الأبد. نشكركم أنتم من كإعلاميين، برضو أنتم كمان لكم دور كبير. نعم. في توجيه الناس. نعم. صحيح. من خلال جولاتكم هاي المباركة إن شاء الله، أنه الناس تطلع وتسمع ويعرفوا الصح والخطأ. إحنا نطلب منهم يعرفوا الصح. صحيح. والله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. حماك الله يا سيدي، حماك الله ورعاك، كل احترام وتقدير سيدي، كل احترام. يلا يبارك. أشكرك. ونحن الآن أعزائي المشاهدين في العاصمة عمان في ضيافة كفاءة أردنية جديدة، ومعي الآن سعادة رجل الأعمال المهندس صبري صبرة أبو قيس من الكسواني للإسكان والمشاريع الاستثمارية. بالبداية مهندس، مساء الخير يا سيدي. مساء الخير وأهلا وسهلا بكم. يا مرحبا سيدي. بالبداية وأنت غني عن التعريف حقيقة، وأشهر ما تعرف في هذا البلد الطيب ورغم الغربة وفي هذا القطاع، يعني نعرف سعادة المشاهدين برجل الأعمال الأستاذ صبري صبرة، تحدث عن مكان الولادة الدراسي وكم لديك من الأبناء. اسمي صبري محمد صبر الكسواني، مواليد عمان،
والآن أعمل في مجال قطاع الإسكان. عندي مجموعة شركات، مجموعة كسوان الإسكان مدير عام تبعها، ولدي من الأبناء قيس ومحمد وبنت بيعملوا يدرسوا في مجال الهندسة. ما شاء الله، الله يخليك يوم. الله يخليك يوم. مهندس، يعني نقول شركة الكسواني حقيقة للإسكان، هذه الشركة اللي تتمتع بشعبية عالية، والشعبية كما تعلم لا تأتي من فراغ. إنجازاتكم يعني يفتخر فيها، يعتز فيها ويفتخر فيها الوطن والمواطن. نتحدث متى تم افتتاح هذه الشركة، نتحدث عن عدد الإسكانات، المواقع، وآلية العمل بشكل عام. صحيح، احنا اخترنا مناطق شرق عمان في البدايات، في بداية 2001 كانت أول مشروع قمنا فيه. اخترنا مناطق شرق عمان كونها منطقة متوسطة، ونأمن مسكن كريم، مواصفات عالية الجودة، أسعار مناسبة جدا. كانت البدايات في سنة 2001، في قمنا أول مشروع في منطقة الهاشم الشمالي، وامتدينا إلى طبربور، إلى شفا بدران، وإلى الشميساني، وحاليا رجعنا إلى طبربور. كون طبربور منطقة متوسطة بالأسعار، وإحنا كمان صدقا بنحاول إنه ما نرفع الأسعار على المواطن، بنأمن المسكن متوسط كامل الجودة، يعني لا يعني الجودة 100% بتكون كواليتي عالي جدا وأسعار منافسة جدا. جميل. يعني مهندس، نتحدث عن أبرز المشاكل اللي بتواجهكم في هذا القطاع فيما يخص موضوع علاقتكم بأمانة عمان، شركة الكهرباء، سلطة المياه بشكل عام. احنا صحيح مشاكلنا كثيرة. بداية من ندخل في الموضوع، بداية من أمين عمان من سنتين، موضوع الكثافة السكانية، موضوع تأخير البيروقراطية في مجال تأخير المعاملات. طبعا. إذن الأشغال مفروض يقعد بقول 3 أسابيع، في الصدق بقعد معنا مش أقل من 4 إلى 5 أشهر بعض الأوقات. معاملات التراخيص المزاجية المواجهة من المهندسين، هاي كلها مشاكل شركة الكهرباء. مشاكل صيعة عقيمة جدا، يعني شركة الكهرباء مشاكلها كثير، يعني بيجبرونا نأمن مكان المحول وبأخذوا منا مساهمات. هذا كله صعب، بأثر ارتفاع على الشقق، وكله بأثر على قيمة الشقة في النهاية ومن جيبة المواطن. احنا بنطالب، فينا مغراض كثيرة صحيح في التسريع في عملية انجاز الاعمال خاصة في امانة عمان، وشركة الكهرباء تخفف علينا شوي صغيرة بس. أكيد. صبر علينا. احنا نتمنى من الجهات المعنية التعاون في هذا المجال. نعم، ويعني عطوفة معالي أمين عمان يكون هناك إجراءات جديدة بما يخص موضوع الإسراع بالمعاملات. نتمنى ذلك إن شاء الله، ويكون هناك متابعة من زميلنا مرهان الحبيطات. يعني شركة الكسواني للإسكان كما تحدثنا قبل قليل، نتحدث عن الرؤية المستقبلية، طموحاتكم بعد هذه النجاحات بالتأكيد كبيرة. بدي أحكي بس مختصر، يعني إيش اللي خلاني أنا أجي أستثمر في الأردن؟ يا ريت تفضل. صحيح إنه رأس المال بده منطقة آمنة ومستقرة، هاي صحيح وجدناها في الأردن. طبعاً طبعاً. هاي وجدناها في الأردن، صحيح. نعم. ولعل يميز بلدنا الصحيح إنه بقيادة هاشمية. الله. قيادة هاشمية صحيح، إن همها الوحيد هي حماية الأمن والأمان. الأمن والأمان مهم جداً. أكيد اللي هو يعني أمن الاستقرار في المنطقة. أكيد، يعني أين وجد الاستقرار وجد الاستثمار بالتأكيد. وهي دعوة مهندس بالتأكيد، يعني إحنا بهمنا إخوان المستثمرين العرب، يعني دعوة الاستثمار في العاصمة عمان وفي المملكة الأردنية الهاشمية تحديدا، وإخوان المغتربين يعني نتمنى أنهم يعني العودة إلى البلد والاستثمار في هذا البلد إن شاء الله. نكمل نتحدث عن الرؤية المستقبلية لشركة الكسوان للإسكان. الآن الطموحات كبيرة بعد هذه النجاحات، طموحاتك القادمة. طموحاتنا القادمة صحيح ننظر للمستقبل، نطلع خارج عمان. جميل. نأمن مساكن أسعار خاصة شرق عمان، وشرق عمان مفتوحة. نعم. فيها مناطق، بس نطالب مناطق تنظيمية. احنا مشكلتنا ما في تنظيم، ما في بنية تحتية. لو توفر الشرطين التنظيم والبنية التحتية، انا اول واحد مستعد اني استثمر في مناطق شرق عمان ومساكن كميات هائلة. جميل. نخفف على المواطن ونأمن له مسكن بسعر مناسب جدا.
جميل. مهندس الآن يعني بعد هالغربة الطويلة وبعد هالخبرة في هذا المجال عن تطور هذا القطاع الإسكانات العقارات بشكل عام، كيف تقيم وضع الأردن بمستوى الدول العربية؟ الأردن وضعه كثير ممتاز، كثير كثير رائع صدقا. أنه برجع بحكي لك عامل أمن وأمان واستقرار خاصة المنطقة الملتهبة حولنا، صحيح يعني وين نروح ما في مجال، صحيح إلى هالمنطقة هاي. وإحنا كمان يعني أبدا مستعدين نضحي في مالنا واستثماراتنا ونحافظ على الأمن والاستقرار في هذا البلد. بالتأكيد موضوع العمال الموجود الآن في هذه الإسكانات، العمال اللي بتتعامل معها عمالة وافدة ولا فيها عمالة أردنية؟ الصحيح أنه قطاعنا قطاع الإنشاءات قطاع الاستثمار الإسكانات كمية كبيرة منه عمالة وافدة. صحيح. علاقتكم بوزارة العمل كيف ترى؟ علاقتنا احنا أنا كمستثمر، المقاول هو يقوم نعم نعم بالبناء، انا كمستثمر يعني بس وظيفتي نعم اني احق اجيب اراضي بشكل كويس وامن سكن بشكل كويس. بالتاكيد سعاده رجل الاعمال المهندس صبري صبري، يعني انا احب ارجع لموضوع الامن والامان. الاردن طبعا بلد الامن والامان كما اشرت، بلد الهاشميين، ارض الحشد والرباط. بالتاكيد الاردن اصبح ملجا الكثير من اخواننا اللاجئين العرب. نعم يعني يعني نتمنى السلام للجميع. الوضع ملتهب كما اشرت انت قبل قليل، الأردن تختلف عن أي بلد بالعالم. رسالتك يعني بشكل تفصيلي أكثر حول موضوع الأمن والأمان. رسالتي أنه إحنا كشعب أردني نحافظ على هذا الأمن والأمان والتراكاتف والترابط، وحتى نحافظ على مكتسباتنا الوطنية والاقتصادية، وبالتالي إن شاء الله أنه نتطور بشكل كبير. لو قدر لك يا سيدي يعني والتقيت بجلالة الملك عبد الله الثاني مفدى الله يطول عمره وجها لوجه، يعني وأنت من أبناء البلد يعني والمتميزين، وجلالة الملك يعني لما تحدث قبل أشهر وقال يعني أنت ارفع رأسك أنت أردني، بالتأكيد هامات الأردنيين دائما مرفوعة بهمة النشامة أمثالك، شو بتحكي لسيدنا وجه لوجه؟ قول الله يعطيك العافية. صحيح وما قصرت، والله يقويك. أمين. وقدرك على المسؤولية اللي جيدة كبيرة. وإحنا معه قلبا وقالبا، وانتمائنا نحافظ على أمن البلد أكيد واستقراره. نهاية يعني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بدنا بطاقة تهنئة للسادة المشاهدين من سعادة رجل الأعمال أبو قيس، تفضل. أقول لهم كل عام وأنتم بخير جميعا، والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان في هذا البلد الطيب وبقيادة ملكنا الملك عبد الله الثاني. آمين يا رب. احنا بنشكرك مهندس. السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين أسعد الله مساءكم بكل خير، ضمن لقاءات هذا البرنامج الوطني الكبير أهل الهمة، يسعدنا أن نلقي الضوء على السيرة الطيبة لرجل الأعمال المعروف أحمد أمين سرداح ليحدثنا عن هذه التجربة حتى تكون نبراسا لأبناء هذا الوطن الكبير ولشبابه الذين نتمنى لهم كل الخير والتقدم. تابعونا في هذا اللقاء الطيب. سيد أحمد مساء الخير. مساء الورد. عطوفتك يعني ما شاء الله عليك، نشوفك شباب ما شاء الله ورجل تتمتع بسيرة طيبة من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب. ربما يكون السبب أنك تتعامل مع لقمة الطعام التي نتناولها جميعا في هذا البلد الأردن، البلد الأعز على قلوبنا جميعا. حدثنا منذ البدايات، أين ولدت، ماذا درست، وكيف جاء العمل في هذا القطاع والقطاعات الأخرى كرجل أعمال؟ تفضل سيدي. أنا مواليد 1965، ولدت في عمان، ترعرعت في الدراسة وكملت لغاية الإعدادي وانتقلت لشغل العمل الميداني. العمل الميداني بعد الإعدادية انتقلت للعمل الميداني ومارست هذا العمل كتير، والحمد لله رب العالمين شوي شوي توسع لنا الشغل وفتح يعني كان هناك عمل للوالد مثلا؟ نعم أنا استلمت العمل من والدي وعملت مع الوالد يدا بيد. اشتغلت مع الوالد وبعدين الوالد يعني خلاص ارتاح شوية وبعدين أنا كملت الرسالة بعدي. رجل الأعمال المعروف أحمد أمين سرداح، هذا الاسم سرداح ماذا يعني لك عندما تسمع بأم أذنيك بأن الجميع وخاصة في مناطق معينة من عمان يذكرون مخابز سرداح؟
هو بيعني لي إشي كتير. يعني أنا يعني بفتخر إنه لما يكون يقولوا مخابز سرداح، يعني كتير بسمع بكون ماشي بعيد عن المخبز بتلاقيه بعطي عنوان للواحد بقول له أنا واقف عند مخابز سرداح. بنبسط كتير، يعني الاسم كعلم موجود عندي، هو فعلا يعني علم وليس ك أنا أني لما واحد يعطي وصف يقول له أنا والله واقف مخابز سرداح، الكل بيعرف وين مخبز سرداح بكون موجود. متى أسس هذا المخبز في تلك المنطقة من عام 2003؟ 2003. نعم. رغم أنه يعني بال2003 إلا أنه أصبح معلم في تلك المنطقة. أكيد نعم. هذه الشعبية من أين جاءت؟ سيد أحمد أيضا أصحاب المخابز عندما نذكر لهم السيد أحمد أمين سرداح يقولون هذا الذي نأخذ منه الطحين. أكيد. لماذا يا سيد؟ يعني معاملة أكثر من 30 سنة معهم. يعني أكثر من 30 سنة أنا بتعامل مع المخابز. يعني أي مخبز حتى لو مش أنا بنزل له، في زملاء إلي كتير بهذا المجال، بس كمان بعرفوا. يعني اسمك هو المسيطر، يعني خلينا نقول للشعبية الراقية. نعم. التي بدأها الوالد. نعم. واستمريت عليها أنت. بالضبط. بهذه الصورة الطيبة. نعم. شو اسم المطحن اللي تمتلكها سيد؟ شركة لازورد. لازورد. مطاحن المفرق. المفرق. هي يعني أول مطحنة بالمفرق بنسويها. والأهل هناك بالمفرق كلهم مبسوطين. 100%. يعني صار عندهم إشي زي هيك يعني. جميلة جدا. الآن يعني كم كميات الطحين التي تقومون بطحنها في تلك المطحنة؟ تقريبا 200 طن قمح يوميا. يومي. آه. ما شاء الله. نعم. إذن أنتم يعني تشكلون العصب المهم في الخبز. أكيد. أكيد. لذلك تستحقون كل تقدير منا ومن الجميع يا سيدي. بارك الله فيك يا سيدي. الله يخليك. أستاذ أحمد أمين سرداح رجل الأعمال المعروف، هل من كلمة رسالة منكم إلى أبنائك إخوانك أبناء هذا الوطن الكبير شبابه وشاباته من أجل حثهم على العمل والعطاء من أجل أن تكونوا القدوة الحسنة لهم، ماذا تقول لهم؟ بقول لهم أنه هذه البلد بدها شباب، بدها شباب يقوموا فيها، بدنا نوقف لها صح. يعني لا نستنى شهادة الدكتوراه ولا نستنى شهادة المهندس، ابني أمالك اللي أنت فيه، شوي شوي بتكبر وبتطلع. لا تضلك تستنى إشي معين. نعم. تستناني أنا مثلا بدي أصير دكتور، ولا أنا بدي أصير مهندس، ولا بدي أصير إشي بطعمنا خبز بدنا نشتغل فيه. ما بدنا عمالة وافدة، ما بدنا. صحيح. كل إشي لازم إحنا نعمره بإيدينا بهالبلد. صحيح. يعني سواء شباب أو بنات، يعني لازم إحنا نعمر هالبلد بإيدينا. صحيح. ما بدنا نركن على الغير ولا نستنى غيرنا يجي يبني لنا البلد تبعتنا. 100%. والله يديم رجل الأعمال سيد أحمد سرداح هذه الكلمات الطيبة التي ذكرت، إذا أفهم منها أن على كل شاب أن يضع لنفسه خطة عمل. أكيد. طموح. نعم. وهدف، ويسير على خطوات. نعم. يضع الهدف أمامه ويتجه نحو هذا الهدف خطوة خطوة، عندما يحقق الهدف الأول ينتقل إلى الثاني وصولا للهدف الأكبر، وبهذا يتم النجاح. هكذا عملت في البداية. بالضبط. أنا يعني بديت شوي شوي واشتغلت عند الناس ورحت وخدمتهم بإخلاص وعملت. يعني أنا أبوي ما أعطاني إياها على طبق من ذهب. أنا صح. تعبت بحياتي قبل ما أصل لهالمستوى. يعني كنت أنام 6-7 ساعات كل يوم، 5 ساعات أمرار. أواصل الليل مع النهار مشان لو للوضع اللي أنا وصلت له هلا، والحمد لله رب العالمين. إذا كل شيء بده تعب. ما طلبنا منه. كل شيء بده تعب، ولكن في النهاية يرتاح الإنسان عندما يحقق هذا النجاح. نعم. 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 سيدي، الأمن والأمان وهذه النعمة التي نعيشها هنا في الأردن، والتي وللأسف حرم منها الكثيرون غيرنا، نحن نتمناها لهم كما حدثت ونحن نتمتع بها من نعمة. نشكر الله جزيل الشكر على هذه النعمة وعلى كافة النعم، ثم نشكر جلالة سيدنا ومولانا جلالة الملك المعظم المفدى في قلوبنا جميعا الملك عبد الله الثاني بن حسين. صدقت يا سيدي، حفظه الله ورعاه.
هو والأسرة الهاشمية. ماذا تقول كرسالة لأبنائك وإخوانك أبناء هذا الوطن الكبير من أجل البناء على هذه النعمة والسير إلى الأمام؟ أنا كل يوم كل يوم صدقني يا أخي كل يوم الصبح بدعي لربنا من فوق بقول اللهم احفظ هذا البلد واللهم ديم علينا نعمة الأمن والأمان. هذه أكبر نعمة في الدنيا كلها إنه الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان في هالبلد في ظل سيدنا جلالة الملك عبد الله حفظه الله. آمين يا سيدي. آمين يا رب العالمين. رجل الأعمال المعروف سيد أحمد أمين سرداح، لو قدر لك أن تقابل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، يا ريت، ماذا تود أن تقول أو أن تفعل سيدي؟ بدي أبوسه من بين عيني بس حبيبي. الله يسلمك، الله يخلينا، الله يخلينا إياه ويحفظه. آمين من كل سوء يا رب. آمين ويظل تاج عراسنا. آمين سيدنا الملك عبد الله حفظه الله. آمين يا رب. آمين سيدي. يعني هذا اللقاء يعني وخصوصا أنك هنا يعني وهذا البيت قريب من القصر الهاشمي العامر، يعني هل من هناك من رسالة تود نقلها عبر الأثير وعبر شاشتنا وعبر الهواء الطلق حتى تصل لجلالته من تحية وتقدير منك من القلب إلى القلب، ماذا تقول له سيدي بشكل مباشر الآن؟ الله يديمنا، الله يديم عراسنا ويديم عزه وملكه إنا وله البلد كلها. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. رجل الأعمال المعروف أحمد أمين سرداح، يعني أنا أجزل لك الشكر والتقدير على هذه الكلمات الطيبة التي تخرج منك بعفوية، لذلك يعني أشكرك جزيل الشكر. كما أنوه للسادة المشاهدين بأنك أحد رجال الأعمال الأردنيين الوطنيين الذين قدموا ويقدمون تبرعا سخيا من أجل العمل على تقديم عدد من الحلقات من هذا البرنامج الوطني الكبير أهل الهمة، حتى نستمر إخواني وأخواتي من تقديم النصيحة لكافة أبناء هذا الوطن الكبير بهمة الوطنيين أمثال رجل الأعمال المعروف أحمد أمين سرداح. أشكرك على هذا الكلام الطيب وأشكرك على هذا الدعم المادي الكبير. السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير. ضمن لقاءات هذا البرنامج الوطني الكبير أهل الهمة، يسعدنا أن نلتقي بعطوفة رجل الأعمال سيد ساهر عزة صوان، والذي أسس هو وأخيه سيد رائد يوسف شركة سمت شركة ساهر ورائد يوسف للمشاريع الإسكانية، تسمت بهذا الاسم وهم بهذا المجال منذ 2005. تابعونا للحديث عن قصتهم كيف بدأت وكيف وصلوا لهذا النجاح ولهذه الشعبية التي يتمتعون بها وخصوصا هنا في عمان. عطوفة رجل الأعمال السيد ساهر يوسف، يعني حدثنا في البدايات، أين ولدت، ماذا درست، وكيف جاء العمل في قطاع الإسكان سيدي؟ طبعا أنا ولدت في قرية اسمها قرية إماتين في الضفة الغربية. أنا مواليد 1963. أكملت دراستي التوجيهي كما يقال هون في دولة الكويت، لأنه كان والدي يعمل في دولة الكويت في وزارة التربية والتعليم. وأكملت دراستي الجامعية في جامعة ناغبور في الهند. تخرجنا في 86، ثم عدنا إلى الكويت وبدأت عملي في الكويت في إحدى الشركات الخاصة لمدة تقريبا 6 أو 7 سنوات. ثم انتقلنا من الكويت وعدنا إلى الأردن وبدأت حياتي العملية في الأردن. منذ التسعينات يعني حضرت الأردن؟ منذ التسعينات بعد الموجة الأخيرة. لا إحنا بقينا فترة بعد يعني الأحداث. بعد الأحداث بدأتم المشروع الأول في أي عام؟ 2005-2006. التسويق هو الأساس لأي عمل سواء كان مشاريع إسكانية أو غيرها. كيف كانت عملية التسويق للمشروع الأول؟ 2005-2006 كان في حركة جيدة عندنا في الأردن، فما واجهنا أي مشكلة في عملية التسويق. يعني من خلال بنائنا للمشروع تم حجز عدد كبير من الشقق السكنية، وقام طبعا الزبائن بدفع
مقدمات. ممتاز. هذه ساعدتنا واعطتنا نوع من الدفع في انهاء المشروع بشكل سليم وفي وقت محدد وكان اول مشروع منا احنا 13 شقه. في اي منطقه كان؟ في منطقه الهاشمي. وكانت مساحات الشقق من 150 ل 170 متر، يعني جميل. كانت في البدايه مجازفه انك تعمل 13 شقه بالنسبه لمساحات كبيره مبتدئين زينا، صح، لكن الحمد لله تخطينا هذه المرحله وانتقلنا الى المشروع اللي بعده واللي بعده. يعني هي زي ما بقول عقبات، اذا تخطيت العقبه الاولى بتلاقي العقبه الثانيه اسهل وأسهل. والحمد لله استمر العمل منذ 2005 وحتى الان، ونحن الان في 2015، وكما يقول احد الاصدقاء 2000 وهسه الان. يعني سيد ساهر، يعني حضرتك ما شاء الله عليك واجهت الكثير من الصعاب ولكنك تحديتها بثبات وبقوه. هل هناك من معيقات الان تعيق العمل التقدم للامام وخاصة في قطاع الإسكان؟ طبعا احنا المشكلة في قطاع الإسكان يعتبر من القطاعات المهمة جدا، وأنا بعتبرها من القطاعات اللي تعتبر العصب الأساسي في الأردن. أكيد. طبعا الأردن لا يخفى على الجميع أنه ما عندنا احنا موارد قوية. فقطاع الإنشاءات والإسكان كان من القطاعات اللي بتشغل عدد كبير من القطاعات المساندة لها أو قطاعات صناعية، صح. ولا يخفى عليكم من مصانع الحديد إلى مصانع الإسمنت إلى مصانع البلاستيك، يعني قطاعات كثيرة جدا، قطاعات يعني كثيرة، يقال 48 قطاع تقريبا 48 قطاع. نعم. هذه بتوفر أعداد وفرص عمل كبيرة للشباب. سيدي الأمن والأمان وهذه النعمة، ماذا تقول لأبناء هذا الوطن الكبير الأردن ولجلالة ملك البلاد وأبنائه حول هذه النعمة؟ طب ما في أمان، كل هذه الأمور أو كل هذه رؤوس الأموال تتوقع تهرب إلى دول تمتلك الأمن والأمان، والحمد لله رب العالمين أضفى على الأرض أمن وأمان بسبب تكالب الشعب مع بعض وتكاتفهم. بالضبط، متكاتفين وبسبب أنه يعني النسيج الأردني فسيفساء رائع جدا، فريد منه. اسمح لي أن أقترب منك يعني وأقدم لك كل تحية وتقدير على هذه الكلمات الطيبة، عطوفة رجل أعمال سيد ساهر عزت يوسف المدير العام لشركة ساهر ورائد يوسف للمشاريع الإسكانية. أقدم لك كل تحية وتقدير. زينات، مدير عام شركة المصداقية للتطوير العقاري، أسعد الله أوقاتك. أسعد الله أوقاتك سيدي، سعيدين جدا تكون ضيف معنا على برنامج أهل الهمة، وإن شاء الله نقدام من أهل الهمة. أهلا وسهلا ومرحبا. سيد حمزة، يعني التقينا هذا اليوم يعني شركة المصداقية للتطوير العقاري، تفاجأنا أنه عملكم نوعا ما يعني يختلف. يعني أنا أول مرة من خلال هالبرنامج، صار لنا 5 سنين نسمع بشركة تطوير عقاري تقوم بتسهيل شركات إسكان. تحكينا عن فكرة إنشاء هذه الشركة وكيف جاء تطوير هذه الشركة؟ يا سيدي، بالنسبة لشركة المصداقية لإسكان تطوير، تم إنشائها تأسيسها ب 12/5/2013، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في غرفة صناعة وتجارة. تعمل الشركة في مجال الإسكانات والتطوير العقاري، بيع وشراء وتبديل، إيجار، تمليك. تخصصت الشركة بمجال معين اللي هو تسويق الحصص العقارية الموجودة في البحر الميت، على نظام اسمه نظام التمليك بموجب سند ملكية صادر عند إدارة الأراضي والمساحة الأردنية. هذه عبارة عن شقق سكنية موجودة في البحر الميت مملوكة للسادة شركة أكرم رمضان للإسكان، بنبيعها على نظام اسمه نظام الحصة العقارية الشائعة، بحيث يتم تقسيم كل وحدة سكنية من 52 حصة عقارية. نعم. يتم تقسيمها ل 52 حصة عقارية، تخول الكاستمر أو الزبون أو المواطن الأردني أنه يتملك هاي الحصة الشائعة العقارية الواحدة من أصل 52 حصة عقارية. الحصة الواحدة هي عبارة عن مدة زمنية يحق للمواطن الأردني أنه ينزل على البحر الميت يستخدم هذه الشقق الفندقية، زائد أنه ينام فيها يبيت فيها، وعدد الأفراد المسموح لهم بالنزول 6 أفراد.
طبعا هاي الحصة العقارية الشائعة تسجل بموجب قوشان صادر عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، بتم تسجيل فيها بدائرة الأراضي والمساحة الأردنية، دائرة المعتمدة عندنا دائرة الشؤون الجنوبية، دائرة الأراضي والمساحة الأردنية الموجودة في الشؤون الجنوبية. بتم تسجيل الحصة، بيستلم الزبون قوشان صادر عن دائرة الأراضي. من خلال استلامه لهذا القوشان، طبعا معروف حسب النظام الأردني والقانون الأردني أنه هذا القوشان مدى الحياة ويورث بعد عمر طويل للزبون، فالعائلة راح تكون مستفيدة من قبل هذا البرنامج أو البروموشن، حتكون مستفيدة سواء صاحب الملك موجود أو بعد عمر طويل توفى. حلو سيد حمزي، يعني طبعا التطوير العقاري من 2013، مصداقية بشكل مصداقية التطوير العقاري أو الإسكان تأسست بال 2013، يعني هل الآن أنتم بتشتغلوا تحديدا مع شركة أكرم رمضان للإسكان؟ هل أنشأت هذه الشركة من أجل هذا العمل يعني أو هذا التبادل التجاري، ولا يعني كانت يعني هي الشركة تأسست يعني بشكل عام لأي شخص يعمل في قطاع الإسكان أو في أي قطاعات أخرى يرغب في تطوير عمله أو في يرغب في مثلا تسويق عمله من خلالكم؟ يا سيدي، بالنسبة لشركة أكرم رمضان، أنا كنت أشتغل بشركة أكرم رمضان قبل ما نكون فاتحين شركة المصداق الإسكان تطوير، وكنا نشتغل مع شركة أكرم رمضان قبل ما نكون فاتحين شركة المصداق الإسكان تطوير. بالتالي البني آدم يبحث دائما عن التطور. صحيح. بلد زي الأردن لازم تدور على تطور. الحمد لله طورنا، فتحنا شركة خاصة اللي هي شركة المصداق الإسكان تطوير للعمل مع السيد أكرم رمضان كشركة مالكة للمنتجع الموجود في البحر الميت. نعم. سيد حمزة، يعني الآن بجوز ممكن في هناك طفرة في قطاع الإسكان في الأردن، يعني لا نريد يعني أن يعني نجمل أحد ونسيء لأحد، لكن كتسويق كيف تجد يعني هذا العمل؟ هل تجد في ظل وجود منافسة، في وجود حتى منافسة شديدة جدا، يعني هل تجد هناك صعوبات في هذا العمل تحديدا؟ يا سيدي، بالنسبة للمنافسة موجودة، حتى الواحد بالبيت في منافسة أكيد. فإحنا الحمد لله أهم شيء في بلد مثل الأردن منافسة شريفة، بظل الواحد هو وشطارته بطريقة الإنتاجية تبعته. سيد حمزة، طبعا الأردن يعني يعيش في أجواء أمن وأمان، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القدر الهاشمي الحكيم، الحمد لله. أكيد في لك رسالة أو حاب تحكي عن هذا الموضوع، يعني لأنه لولا نعمة الأمن والأمان لما استطعنا أن نأتي إليك ولا استطعت أن تستطيع أن تستثمر. نعم. ما تقول كلمة حول هذه المنظومة؟ سيدي، أول شيء الله يديم نعمة الأمن والأمان على البلد في ظل الرأي الهاشمية إن شاء الله على خير. السيد حمزة الثينات، مدير عام شركة المصداقية للإسكان والتطوير العقاري، أتمنى لك مزيد من النجاح والتوفيق والأمام إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مرحبتين. أهلا وسهلا. أشكرك. عطوفة الدكتور مؤيد، أسعد الله أوقاتك. أسعد الله أوقاتك. دكتور مؤيد عايد، مدير عام شركة المتكاملة، سعيدين تكون ضيف معنا على برنامج أهل الهمة، وإن شاء الله أنك دائما أهل الهمة. أهلا وسهلا، شرف يا أخي. يعني في البداية أنا تفاجأت، شاب يعني مقتبل العمر، يعني كنت أتوقعك يعني في السبعينات الثمانينات، لكنك ما شاء الله عليك يعني طموح، استطعت في فترة وجيزة أن تحقق نفسك. أنت معروف لدى وسط الصحفي وسط الإعلامي، لكن هناك من فئة المجتمع تعريف للسيد مؤيد، من هو السيد مؤيد عيد؟ أول شيء في البداية بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. يعني بداية حياتي أنا بدأتها في هذه الشركة المتكاملة رقم متعدد، تعينت فيها من عام 2002، دخلت فيها أمين صندوق ومن ثم محاسب ومدير مالي ورئيس قسم ومدير عمليات إلى مساعد مدير عام ومدير عام من عام 2002 لغاية اليوم. الحمد لله اكتسبت الخبرة الكويسة في هذه الشركة وبالأخص في قطاع النقل من خلال ممارستي لأعمالي اللي ممارسها يوميا. أنت بتعرف الشركة المتكاملة هي شركة مختصة بقطاع النقل العام، وتقريبا من 70-80% من قطاع النقل الداخلي بالعاصمة هي معنية في هذه الشركة. تملك بفليتها الباصات تقريبا حوالي 600 حافلة، ما يقارب 700 موظف فيها. تملك شركات النقل بالكامل، وهي شركة الظلال وآسيا والتوفيق وطل كمان، وهي عبارة عن شركات مختصة أيضا بهذا النقل. الحمد لله درجنا في هذه الشركة من بداياتها قبل تكون شركة مساهمة عامة وتتحول، إلى أنه الله وفقنا ووصلنا إلى اللي وصلنا له في هذه المرحلة. نعم، يعني أوجزت هذه في دقائق، لكن أخذت من عمرك الكثير. أكيد طبعا، تحكي أنت من 2002 ل 2015. نعم.
دكتور مؤيد، طبعا اكيد يعني الاردن اسوه باقي دول الجوار يعني ينعم بنعمه الامن والامان. نعم اكيد. احنا حابين نحكي عن هذا الموضوع تحديدا كونك انت رجل يعني مشهود لك بانك انسان عندك انتماء حقيقي. سيدي، في البدايه اول شيء بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي خلق الناس جميعا ودبر أرزاقهم وأعمالهم وأحصاهم عددا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فالحمد لله على ما نحن فيه من أمن وأمان وتوفر للأقوات وصحة الأبدان. واسمحوا لي بداية أن أتوجه لقائد الوطن الذي قال لشعبه: إنني بينكم فلا تأخذكم ثورة من وحشة أو غاشية من رنق، إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المانح بكبرياء استخائه، فهو في وجه رجولة استنارة رجولة، مطرزة بإزار من قصب السبق، مؤطرة بهالة كالتي للقمر في ليالي الصيف الجميلة. فقد كان اهتمامك بالأمن والأمان تاج فخار وشرف عظيم نعتز ونفاخر به، فلك سيدي نجدد كل الحب والولاء والانتماء. إن الناظر إلى ما يجري حولنا في هذا الوطن العربي يتراءى له هذا المشهد الذي أصبح شبه تقليدي لدى المواطن العربي، دون أن يعي النتائج المترتبة على ذلك، حيث أصبح المطلب الرئيسي وهو الإصلاح السياسي. ولو أدرك الجميع بأننا بحاجة إلى إصلاح ثقافي واجتماعي وتربوي لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه، حيث الفهم السيء لدى البعض أدى إلى كل هذه المشاهد الدموية التي نراها. فالجميع متفق على الإصلاح، ولكن بطريقة حضارية وحوار بناء، لا بطريقة الدب الذي قتل صاحبه لمجرد حمايته من ذبابة. نحن في زمن الحاجة الماسة لنبذ الخلاف والترفع عن الهدم إلى البناء، وشد السواعد وإصلاح أنفسنا بالمثال لا بالمقال، بالعمل لا بالجدل، بالحوار لا بالشجار. فلنعي عملنا ونسير بهداية عقلنا وفكرنا، فلا نصير قطيعا أوقف في المنعطف، مأجورين أغبياء نرى بآذاننا ولا نرى بأعيننا، فلنسمع لصوت العقل وننظر بعين ثاقبة. في مقدمة كتاب تاريخ شرق الأردن وقبائلها للكاتب البريطاني فريدريك يقول: يجب ألا يذهب الظن إلى أن بناة الإمبراطوريات القديمة كانوا عماة عن الحقيقة الراهنة التي أدركها سياسيو العصر الحاضر، وهي أن الأمن والسلامة في سوريا وفلسطين وسيناء متوقفان على أحوال شرق الأردن وشؤونها ودرجة استقرارها. وهذا يبين مدى أهمية الأردن في المنطقة، فالأردن دوما هو السند الحقيقي لقضية فلسطين وكل قضايا الوطن العربي. حمى الله الأردن وفلسطين وكل الأمة العربية، وحمى الله لنا الهاشميين ذخرا وسندا لهذه الأمة. وكل التحية للقائمين على هذا البرنامج. السلام عليكم. احنا طبعا بدورنا عطوفة الدكتور مؤيد عايد مدير عام شركة المتكامل للنقل، نتملك ان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق والامام يا سيدي. اهلا وسهلا. سعادة الاستاذ شريف توفيق الرواشدي، اسعد الله اوقاتك. اسعد الله اوقاتك، اهلا وسهلا. احنا سعيدين جدا نكون اليوم في ضيافتك في مكتبك على برنامج اهل الهمة، وان شاء الله انك دائما اهل الهمة. الله يسلمك، شكرا واهلا وسهلا فيكم. حياك الله. صدقا يعني انا بجوز يستذكرني او يعني ممكن شفتك احد المحطات التلفزيونيه في السابق وكذا، لكن تفاجات اليوم بالاستاذ شريف الرواشدي كشخص يعني ابن الجنوب شق طريق حياته، ابدع، اثبت وجوده، الحمد لله، وهذا يدل على انك انسان مكافح. نريد بايجاز استعراض عن نقطه انطلاقتك العلميه والعمليه. شكرا يا سيدي واهلا وسهلا فيك. احنا يعني صحيح شريف هو اردني مثل كل الاردنيين المجتهدين واللي حاولوا بكل جد واجتهاد انهم ينجحوا في عملهم ويبنوا لهم اسم، و لاني انا يمكن من الناس اللي عاش فتره طويله خارج الاردن، ف
يكن في ذهني دائما أن أكون شريف الأردني المجتهد الناجح مثلي مثل باقي الأردنيين الجيدين اللي بيعطوا صورة وانطباع جيد عن وطنهم وعن بلدهم. حقيقة أنا تخرجت من جامعة اليرموك في عام 1985 بكالوريوس اقتصاد، وكنت أعمل في الفترة في البنك الأردني الكويتي في الأردن، ومن ثم انتقلت إلى الإمارات العربية المتحدة، عملت مع بنك في الإمارات العربية المتحدة، وعام 1988 انتقلت إلى السعودية البلد الجميل الشقيق الأهل والأحباء على الأردنيين كلهم. وحقيقة في قعدت في المملكة العربية السعودية حوالي 25 سنة أعمل في بنك هناك، إلى أن وصلت إلى رتبة عالية في البنك بفضل يعني حقيقة إني يعني طول فترة اللي قعدتها في المملكة العربية السعودية لم أشعر بإني إلا في بين بلدي وأخواني وأهلي. لذلك يعني كان النجاح أيضا لأني كنت أتعامل مع الجمهور والناس بنفس تعامل حب الأردنيين لهم وكرم الأردنيين وترحيب الأردنيين في الزبائن وعلاقة المسؤول معهم. الصحيح الفترة كانت غنية كتجربة من ناحية خبرة مصرفية عالية، ومن ناحية أيضا اطلاع على مجال عمل استثمار بشكل جيد. دائما في الغربة الإنسان يتوق إلى العودة إلى وطنه، ودائما كان الأردن في بالنا، يعني سواء يمكن ما كنت أغيب عن الأردن فترات طويلة 6 أشهر سنة بالأكثر، لكن بالنتيجة النهائية قد ما بتقعد في الغربة يجب أن تعود إلى وطنك يوم من الأيام. فكان عندي هاجس دائما أني أسس وأعمل في الأردن وأفيد الأردن بما أول شيء حصلت عليه من خبرة عالية أولا، ثانيا من الناحية المادية اللي كنت يعني أتمتع فيها بشكل جيد، كنت أحاول أني أستثمر في الأردن. يعني أوجزت هذه التجربة بدقائق لكنها أخذت منك الكثير. بالتأكيد يعني غربة 25 سنة وعمل مصرفي حوالي 30 سنة كان فترة طويلة جدا، ولكن بالنسبة لي كانت تجربة غنية جدا لأني استفدت منها بشكل كبير. أذكرني سؤال، يعني لماذا الأردني يبدع في الخارج؟ الأردن يبدع في الخارج لأنه الخارج فيه تحدي. الخارج لما الأردني بيكون في بيئة فيها 10 جنسيات أو 5 جنسيات، هذا التحدي يخلق منه إنسان آخر، يخلق منه إنه متميز جد واجتهاد وتميزه في عمله. سعادتك الآن يعني نحن يعني نعيش الحمد لله بنعمة الأمن والأمان، الحمد لله، وهذا طبعا بفضل رب العالمين وفضل القيادة الهاشمية الحكيمة. ماذا تقول كلمة في هذا الخصوص؟ الصحيح انه يعني الأردن مر عليها يعني فترة طويلة في من خلال وجودها، ومر عليها أزمات ومر عليها مشاكل ومر عليها، واستطاعت هاي القيادة انه تقود هذا الشعب لبر الأمان، استطاعت انه تجعل من الأردن مكان آمن إنه الإنسان يجي يستثمر يقوم يذهب إلى عمله وهو مطمئن على إنه هاي البلد محمية إن شاء الله بقيادتها وبأبنائها. وإذن الهدف الأساس هو حرص الجميع، حرص المواطن وحرص القيادة. لا يمكن أن تكون الوحدة إذا اشتغلت وحدة الثانية ما تشتغل، لا، حرص المواطن أيضا في توافق على الحرص المواطن على أنه هذا البلد يكون آمن كمان له دور كبير، والمواطن الأردني يعلم ويعرف أن هذه القيادة حريصة عليه وحريصة على مصلحته. نعم أكيد، في يعني كل شخص يعني في باله في شيء يجول في خاطره، أكيد في عندك شيء حاب تحكي. والله لا، أنا حابب أحكي أنه يعني أتمنى أن الأردن يصير أفضل وأحسن من هيك. يعني إحنا الآن صحيح أنه عندنا هالنعمة اللي موجودة الأمن والأمان، لكن منحب أنه يكون الأمن أكثر، منحب أنه الإنسان يخلي بيته مفتوح ما يمشي مسكر، يخلي سيارته شغالة في الشارع ما حدا يصيبها. اليوم منحب أنه الجار يحرص على جاره أكثر، يصير الحرص على الأملاك العامة، وهي مهمة جدا أنه كل مواطن يعرف أنه أي ملك عام، أي هيئة، أي منشأة، أي مؤسسة هي ملك له بالنتيجة النهائية، ويجب أن يحرص عليها ويجب أنه يعظم وجودها ويطور عليها، مش أنه نحاول أن نميل منها بس.
أكيد في رسالة لجلالة الملك، أكيد في هناك رسالة لجلالة الملك. جلالة الملك يعني رسائل يعني كثيرة إلى صحيح، رسائل حب، ويعني جلالة الملك الله يعطيه العافية يجتهد ويعمل يمكن 24 ساعة في اليوم صح. من أجل الأردن، مصلحة الأردن، يسعى بكل جهد في يعني، ونتمنى دائما لجلالة الملك البطانة الصالحة التي تعمل معه وبإيده بحيث أن نمشي بالأردن للأمام. يعني بهذه الكلمات سعادة الأستاذ رجل الأعمال الأردني المعروف السيد شريف توفيق أبو واجدة، أتمنى لك يا سيدي مزيدا من التقدم والنجاح والأمام. شكرا. ضمن لقاءات برنامجكم الوطني الكبير أهل الهمة، يسعدنا أن نلتقي بالسيد رجل الأعمال المعروف ماجد الفطافطة، المدير العام لشركة ترقومية للإسكان. سيدي مساء الخير. مساء الخير. سيدي، حدثنا في البداية أبو محمود عن هذه الشركة، متى نشأت والمشاريع التي قمتم بتنفيذها حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لشركة ترقومية تعتبر أول شركة يعني حديثة الإنشاء، نعم، لكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أنجزنا بفضل الله أول إنجاز هذا إنه بالنسبة لعملية البناء، والحمد لله رب العالمين على فضل الله في نية بإذن الله أن نستمر في هذا العمل ونتطور فيه أكثر وأكثر إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. الآن شركة ترقومية للإسكان وفي أول مشاريعها هذا المشروع الذي نحن فيه الآن، أرجو أن تذكر عنوان هذا المشروع أين يقع؟ عنوان مشروع طبربور قرب قرية الأطفال الـ SOS وهيئة الاتصالات الخاصة الأردنية. جميل. احنا قرب منها مباشرة الآن. ممتاز. مواصفات هذا المشروع الإسكاني؟ مواصفات هذا المشروع هي عبارة عن شقق إسكانية تجارية الحمد لله، الهدف منها يعني تطوير عملية البناء في الأردن يعني بشكل إن شاء الله أفضل، من أحسن تجارية وتوفير فرص عمل أكثر من جهة يعني إن شاء الله. ممتاز، ممتاز جدا. الآن يعني عدد الطوابق لهذا الإسكان ومساحة كل شقة موجودة؟ عدد الطوابق 5 طوابق، كل طابق على شقتين، المساحة 150 متر. يعني الأسعار؟ الأسعار تتراوح ما بين الدور الأرضي طبعا والتسويات والطوابق العلوية، تبدأ من 65,000 إلى أن تصل إلى 77,000. جميل جدا. ضمن المواصفات الراقية التشطيبات، حدثنا عن هذه التشطيبات. التشطيبات الحمد لله يعني هي سوبر ديلوكس كما يقال، يعني من أفضل نوع التشطيبات سواء كان في السيراميك أو في الأرضيات أو في الحمامات أو في الخشب أو شيء، كلها الحمد لله. وألاحظ وجود الأباجورات أيضا للشبابيك. الأباجورات أيضا كمان كلها يعني برضو على الكهرباء إن شاء الله يعني. ممتاز. إذا يعني ضمن المواصفات المطلوبة والتي يرغب بها كل مواطن أردني. جميل جدا. سيدي، هل هناك من معيقات للعمل صادفتكم أو تصادفكم في هذا العمل؟ والله عقوبات يعني معيقات. معيقات خلينا نقول ما في، يعني هي الشغلة الروتينية اللي متصادفها يعني سواء كانت مع أمانة عمان أو مع أول ما أنشأنا الشركة. ولكن بهمة الشباب الحمد لله الأمور تسير نحو الإنجاز. والله الحمد لله رب العالمين، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ما كان في أي تقصير، سواء كان من هي عبارة عن شغلة روتينية بس قضية يعني وقت يعني وقت. إذا نطالب الجهات أنه يريت يعني أنه الوقت يكون أقصر شوي يعني، هذا بخدم يعني الناس خاصة في عامل الوقت هذا له دور فعال يعني. أكيد أكيد. كما نشكرهم أيضا على تعاونهم الدائم معك الحمد لله. يعني من ناحية هاي يشهد الله أنه ما في أي تقصير سواء كان من أمانة أو من وزارات، بس إنما الروتين هو الذي يطيل يمكن لأنه كثرة المشاريع وكثرة مساحة عمان وهكذا. سيدي، شركة ترقومية للإسكان وفي أول مشاريعها، ماذا تقول من خلال السيد ماجد الفطافطة حول نعمة الأمن والأمان؟ أول الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة، وهذه النعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لأنعم علينا فيها في هذا البلد الطيب الجميل. ونوجه شكرنا بإذن الله رب العالمين لجلالة سيدنا جلالة الملك الحسين ابن عفوا جلالة الملك عبد الله ابن الحسين على هذه النعمة وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. وهذه النعمة طبعا اللي الكثير طبعا بيفتقدها، نعم، وما في أي إنسان بيشعر فيها إلا الناس اللي افتقدوها بالصدق وبأمان إن شاء الله. الله يديم علينا هذه النعمة. آمين. وسيدي يعني لو قدر لك أن تقابل سيدي ومولاي جلالة الملك، ماذا تود أن تفعل أو أن تقول سيدي في حضرته؟ والله بصدق أنا بوجه رسالة خاصة إلى جلالة الملك عبد الله بالشكر والشكر الجزيل، وأقسم بالله إن لا هي مجامل ولا شيء، بس على نعمة الأمن والأمان اللي الله سبحانه وتعالى منعم علينا فيها،
واللي هو دائما ليلا ونهار بيسعى على تحقيق هذا الأمن والأمان، وهذه من أهم النعم الموجودة. بدون أمن ما في يعني ما في حياة. أكيد أكيد. وإحنا بنشوف يعني خلال يعني المحطات والتلفزيونات اللي بيحدث في يعني بالجوار وبالبلدان اللي فقدوا الأمن كيف حالهم وكيف أوضاعهم، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة اللي الله سبحانه وتعالى أنعم علينا فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطول في عمر إلى سيدنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. أشكرك سيدي جزيل الشكر. سيد أحمد سالم شلطف، أسعد الله وقتك سيدي. الله يسعد مسائك في بيتك الثاني. يسلم البيت ويسلم أصحابه يا سيدي. أهلا وسهلا فيك. أول شيء إحنا سعداء أنك تكون ضيف معنا على برنامج أهل الهمة، وإن شاء الله أنك دائما من أهل الهمة يا سيدي. وأنا أسعد بوجودكم وأتشرف في هذا اللقاء إن شاء الله. طبعا زرناك هذا اليوم يعني في بيتكم المتواضع في منطقة البويسمة أو منطقة جبل الحديد. نعم. وأنت رجل محترم ومعروف، وتحدثت أنك كنت تعمل في السعودية سابقا فترة طويلة من الزمان. نعم. وعدت إلى الأردن يعني واستثمرت، لكن حابين هذا الحديث نوجهه أيضا للسادة المشاهدين حتى يعرفوا مين معنا السيد أحمد سالم. تفضل سيدي. يا سيد العزيز، أنا عملت في السعودية لمدة 30 سنة تقريبا في التعليم الفني. طبعا أولادي كلهم تربوا هناك وتعلموا في الجامعات، وبقيت هناك في السعودية حتى وصلوا إلى مراتب كويسة جدا في الشركات، منهم مدير عام ومنهم مدير يعني على مستوى، منهم دكاترة صيدلي أو، والحمد لله يعني بدأنا نعمل في قطاع الإسكان، وتوجهت إلى منطقة شرق عمان. حلو. لأنه رأس المال ما كانش كبير جدا يعني، وبتعرف الأراضي في منطقة غرب عمان غالي جدا. صحيح. فبدأنا نعمل مشاريع في منطقة الكويسمة وجبل الحديد وفي إسكان الكهرباء من حوالي 10 سنوات يعني، وربنا سبحانه وتعالى يسر الأمور، وصارت عندنا بدل شركة عملنا شركة ثانية باسم الأولاد الثانيين، وتوسعنا الآن إلى منطقة ثانية اللي هي منطقة اللي هي أسكان المالية والزراعة، اللي هي منطقة تقريبا اسمها منطقة الحويان. الحويان يعني تقريبا كم إسكان يعني على أرض الواقع أنشأته يعني أو نفذنا حوالي تقريبا في خلال 10 سنوات حوالي 15 إسكان يعني. ولله الحمد يعني الأمور يعني ميسرة الحمد لله، ونتعامل مع الناس يعني بدون غلاء يعني بنسبة ربح قليل يعني قليل دائم قليل حتى نساعد ونساهم معهم في هذا الشيء. هذا دل على عمل خير. نعم. واعز الدين داخلك. نعم. سيد أبو نافذ، يعني الأردن يعيش في نعمة الأمن والأمان، وهذه النعمة نحن وحشنا عليها، وهذا بفضل القيادة الهاشمية وفضل عرش رب العالمين وثم القيادة الهاشمية. فماذا تقول حول نعمة الأمن والأمان بالأردن؟ والله بدون أي نوع من المجاملة، لا يوجد بلد في يمكن يعني بديش أقول لك في الدنيا، على الأقل في البلاد العربية كلها في أمن زي الأردن، وبدون أي مجاملة الناس بتعيش بتنام الليل نايمة مرتاحة البال، مش خايفة من شيء. صحيح. وفي نفس الوقت أنت بتسعى في رزقك وشغلك وتعمل إن شاء الله بتعمل مشاريع بالملايين، ما في حد بيقول لك صحيح ولا بي واحد، بالعكس كلهم بيساعدوك وبيسهلوا لك عليك الأمور كلها. أكيد. وهذا كله من يعني سيدنا ربنا يطول في عمره، هو ييسر الأمر للجميع، أوامره منفذة على الجميع، والحمد لله الأمور ميسرة من جميع الجهات جميع الأمور إن شاء الله. عم منفذ، يعني لو قدر لك وأن قابلت جلالة الملك عبد الله الثاني ماذا ستقول له؟ بقول له كثر الله خيرك، وربنا سبحانه وتعالى يديم لك الصحة والعافية، لأنك تسهر ليل ونهار على هذا الشعب. شكرا سيدي، أشكرك. أشكرك. شكرا جزيلا لكم. أشكرك سيدي. شكرا. مشاهدينا ومشاهدين قناة مرايا العربية، رحبوا معي بضيفي السيد محمد محمود، أسعد الله وقتك سيدي. الله يسعد أيامك.
تسلم يعني سعيدين جدا تكون ضيف معنا على برنامج أهل الهمة. الله يخليك تسلم واحنا اسعد والله. سيدي يعني حبيت بداية نحكي عن بداية السيد محمد كعملك في قطاع الاسكان وقطاع المقاولات. والله احنا يعني انشأنا الشركة من سنتين فقط وباشرنا باول مشروع لنا بضاحية الأميرة سلمى قرب وزارة الصحة الفرع الجديد بين منطقة الهاشمي ومنطقة طبربور، والحمد لله يعني تم المشروع على خير. المساحات المواصفات المواصفات بجودة عالية كبناء عظم وتشطيب ومختارة من محلات معروفة بعمان، والمساحات والله مختلفة يعني طابق عن طابق بيختلف وتصميم مختلف عن يمين شقق اليمين. أسعار تقريبا الأسعار بتتراوح يعني نحكي من 67 لل 73 حسب المساحة وحسب التصميم. يعني الموقع حيوي يعني شايف كيف هو وسطي وسطي بيخدم ثلاث مناطق يعني عندك ضاحية النزهة الهاشم الشمالي طبربور مناطق حيوية حتى هي وسطية لو حسبت نيجي نقول 25 كيلو وسطيا انت بتصل لكل المناطق سواء شرق شمال جنوب شمال غرب. سيد محمد حبيبي يعني ارقام الهواتف الخاصه فيك حتى المشاهد يتواصل معك يعني اذا البيع والشراء. رقمي 0797 114760. يعني قطاع الاسكان هذا اول تقريبا مشروع لك. والله هو اول مشروع لنا. يعني مفكرين بالمستقبل انكم توسعوا في المشاريع؟ اكيد ان شاء الله بتوفيق ربنا يعني ان شاء الله بدنا نخطو الخطوه الثانيه للمشروع الثاني. طبعا الكاميرا راح تقوم هلا بالتصوير يعني تصوير المشروع يعني وكيف العمل تاعكم ما شاء الله شيء كويس يعني حتى يقدر المواطن يعني اذا بده يتواصل معك في الشراء من خلال هذا التقرير التلفزيوني. سيد محمد يعني الاردن الحمد لله يعيش في نعمه الامن والامان. اكيد طبعا وهذه نعمه محسودين عليها طبعا كما تشاهد في دول الجوار. فشو بتحب تحكي كلمه حول هذا الموضوع؟ والله طبعا برئاسة القيادة الهاشمية والرأي الهاشمية نشكر سيدنا جلالة الملك والقيادة العسكرية برضو. محمد محمود مدير عام هذه الشركة، احنا طبعا نتمنى لك التوفيق ومزيد من النجاح والأمن ان شاء الله يا سيدي. اشكركم جزيل الشكر ويعطيكم العافية وبشكر قناة المرايا العربية وكل كادرها على اللقاء هذا. نشكر يعني طبعا اعزائي المشاهدين نشكر سعادة رجل الاعمال السيد محمد الداعم المادي لهذه الفقرة التلفزيونية. سيد محمد كل احترام وتقدير. تحياتي لكم ولكل الفريق. سعادة الشيخ فيصل سلمان العساف اسعد الله اوقاتك. اسعد الله اوقاتك اهلا وسهلا. احنا سعيدين ان تكون ضيف معنا على برنامج اهل الهمه وان شاء الله انك دائما اهل الهمه. الله يخليك يا رب. يا هلا بك. اهلا وسهلا بك. يا هلا بك شيخ فيصل. يعني العساف جماعه محترمين شيوخ كابر عن كابر يعني مش مجامله. الله يخليك. فيعني لنا تجربه كبيره مع عشيره العساف وجماعه كانوا دائما داعمين لهذه البرامج وانت ان شاء الله رجل معروف ولك اسمك في هذا البلد. شيخ فيصل حابين نحكي عن عملك عن تجربتك عن شغلك عن بداياتك تفضل. ولا انا بداياتي يعني الاولانيه الدراسه طبعا درست هون بالاردن وتخرجت تربيه رياضيه واشتغلت بمجال شغلي بس كهوايه. بعدين بلشت عالم الشغل والبزنس فتحت محلات ومجمعات كان اللي مجمع بأم أذينة تجاري مجمع كبير بعدين بعته وصرت أشتغل بمجال النقل. مجال النقل كان فيه شوية مشاكل بعدين سكرته وصرت هسه حاليا أشتغل بمجال العقارات. وصل من زمان إحنا بالعقارات يعني مش من هسه يعني مالكين وليس إحنا مكاتب يعني ناخذ كوميسيون. إحنا مالكين نشتغل بشغلنا حلو لا أهلنا يعني حلو والناس اللي تحب يتجي عنا نخدمهم خدمة بدون مقابل يعني. يعني كيف أول إشي أردننا أردن الحسين أبو الحسين الله طول عمره ماشي وأهم إشي بالبلد الأمن والأمان. الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان. أكيد. والله يديم علينا سيدنا والوطن وقائد الوطن. نعم. يعني العقارات والاقتصاد بالأردن في الناس الأردن بلد جاذبة.
رغم انه ما فيها بترول يعني بسبب اجواء الامن والامان. ماشي، بلد جاذبه يعني بكفي انه فيها الانسان، وسيد الانسان هذا بالاردن هو سيدنا قائدنا. فالبلد هاي يعني بلد جاذبه من حيث الاستثمارات، من حيث التعامل، من حيث تسهيل المعاملات للناس القادمه للمستثمرين. فقطاع العقارات بالعكس، العقار عندنا نما يعني قفز قفزات هائله. شيخ فيصل، يعني الاردن يعيش في اجواء امن وامان، وهذا بفضل رب العالمين وبفضل القياده الهاشميه. نعم. يعني ماذا تقول كلمه حول منظومه الامن والامان بالاردن؟ والله اول شيء الله يديم سيدنا على راس على راسنا، ونعمه الامن والامان هاي ما بشعر فيها الا الانسان اللي بيعيشها، واحنا نعيش هالنعمه هاي. صحيح. وانا ادعو ربنا انه يديم هالنعمه علينا. نعم. وديم قائدنا علينا، وديمنا على ارضنا، لانه ارضنا طهور ورجالها احرار. نعم. ورجالها كمان نشامه، وبناتها وصبايها نشميات. فالاردن يعني بلد ما اعرفش، انا سمعت مقوله انه ناس من اسيادنا من الهاشميين كان يقول بما معناه انه الانسان راح يتمنى مستقبلا انه يحمل الجواز الاردني. صحيح، والان صارت حاليا، وهسه الناس صارت تتمنى انها تكون بالاردن وتحمل الجواز الاردني. احنا كلياتنا كاردنيين، وانا منهم، بتشرف اني احمل اسم المملكه الاردنيه الهاشميه، وبتشرف بالاسم، ومستعد انا افدي الاردن بكل ما املك بالمال وبالروح. تسلم وكل شيء. تسلم يا شيخ. للاردن بالعكس، الاردن غالي علينا. تسلم. والاردن بيستاهل انه نقدم له، ما بناخذ منه، احنا ما بدنا من الاردن شيء، احنا لازم نقدم للاردن اشياء كثير، سواء كاستثمارات، كاشخاص، كامن، كحمايه. تشرفتوا، اهلا وسهلا. شكرا سيدي. شكرا. اشكرك. حياك الله.